صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضل عندنا. النهارده ان شاء الله عندنا صينيه بطاطس بالفراخ، بس معموله بطريقه جديده جدا، معاها فلفل ومعاها كمان ذره، عاملاه بطريقه جديده وحلوه مغذيه جدا جدا، بصوص كده حلو قوي اسمه صوص الباري باري. عايزه اقول لكم جميله جدا وصفه الفراخ دي. عندنا ايه كمان النهارده؟ عندنا كمان النهارده كريب الموز، عاملاه برده بطريقه حلوه جدا، وستيكس الكوسه بالجبنه الفته. ماشي، تعالوا بس البس كده الجلافز عشان النهارده عندي تتبيلات وحاجات عايزه اعملها. هجيب ده واقول لكم المقادير. بصوا بقى، عندنا بيبي بطاطس اللي هي بطاطس صغننه كده، عندنا بصلايه حمراء كبيره، ممكن كمان نستخدم البصل القوارمة الصغير، عندنا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، عندنا كمان عيدان الدوره اهي مقطعاها حلقات كده حلوه، وعندنا وراك، طبعا ممكن نستخدم وراك او صدور، انا هنا جايبه الوراك عشان بتبقى طريه قوي في السوى. الصوص بتاعنا بقى عاملاه ببهارات حلوه قوي، زيت وخل طبعا، ومعانا عصير ليمون، ومعانا بقى بابريكا، ممكن تبقى بابريكا مدخنه، وشطه كمان، بودره ثوم، بودره بصل، زعتر ناشف، وكمان عندنا بقدونس ناشف، عندنا كمان الحبهان المطحون، وفصوص الثوم. خلاص، طيب، وهو الليمون اهو. عايزه بس قبل ما ابتدي اتبل الفراخ احط الذره عشان تلحق تستوي، لان انا جايباها نيه خالص. ماشي، دي نيه خالص من عند الراجل البي اوف ده بتاع الدوره، وساعات بتتباع كمان في السوبر ماركتس الكبيره، في طبعا بدل ما نسلقها في اللي هي بتبقى نص سوا جاهزه اهو. خلاص كده، ايه، حطينا الدوره دلوقتي. هجيب كده البطاطس، ممكن نقشرها وممكن نسيبها بقشرتها، انا النهارده هسيبها بقشرتها بس نغسلها كويس جدا بفرشه الخضار، يعني اهو انا نقعتها في ميه وبخل، هعملها تاني كده عشان اضمن انها ايه تبقى نظيفه جدا. ماشي، هحطها كده عقبال ما ابتدي ايه اتبل الفراخ. فراخ اهي، هحط الخل، الليمون، السكر، باين يعني البابريكا، بابريكا، الشطة والبابريكا المدخنة، وممكن بابريكا عادية بس المدخنة بتدي طعم حلو قوي، بودرة الثوم والبصل، الكزبرة الناشفة، البقدونس الناشف مع الزعتر، ده ايه ده، الحبهان المطحون بس بحبش احط منه كتير، وفاضل ايه، الزيت. ده هنتبل بيها ايه الفراخ، ودي طبعا لو سبناها ليله يعني بتدينا نتيجه حلوه قوي. فاضل ايه؟ فاضل الملح والفلفل الاسود. ملح، فلفل الاسود، ماشي. نقلب كويس قوي قوي، ممكن نحط هنا الثوم المفروم، بس انا حطيت بودره ثوم فهستخدم فصوص الثوم عندي في صينيه الفراخ. هنا انا في مقطعه الدبابيس لوحدها والفخده لوحدها، وفي حاطه الورك زي ما هو على بعض، كل واحد بقى يعملها بالطريقه اللي حاببها. طبعا الفراخ تبقى مغسوله وزي الفل كده وحلوه اهو. من الحاجات الجميلة وفي نفس الوقت مغذية قوي، بتاخدش وقت كمان في السوى، ان شاء الله يعني هي نص ساعة وتبقى جاهزة.
كده. ماشي اهي. البهارات ابتدت بقى ايه تشتغل. طيب غير الجلافز ده بقى كده عشان عايزه البطاطس هشوحها كده تشويحه خفيفه بتدي طعم احلى صراحه لما بتتشوح. بس ادعكها كده كويس قوي عشان اضمن ان هي ايه اتغسلت تمام. لو مش حابين القشر انتوا ممكن تقشروها، بس لو غسلينه كويس هتبقى حلوة قوي قشرتها على فكرة. كده نعم. شوف شوف اها جيب سكينة كده ايه اقطع بيها ال هجيب بايركس كده حلو اهو. هحط بقى فيه الخضار اللي هنا ده اللي هو عبارة عن بصل. طبعا ممكن نستخدم البصل القوارمة. لا لا اهو كده 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 تمام. خد الايه فصوص الثوم هقطعها كده بالطول، يعني ممكن نحط 5 كده. حلو قوي. الفلفل الرومي الفلفل الاحمر، شايفين كمية الخضار اللي حطاها انا في الصينية. والاخضر عايزه قبل ما اطلع فاصل اكون ايه حاطه الصينيه في الفرن. طيب هبتدي بقى احط كده ايه. طبعا انا هنا زي ما قلت في 3 مقطعاهم، الفخده لوحدها والدبوس لوحده. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب ايه الورك على بعض اهو. يعني ده مثلا احط ورك واحد على بعضه اهو وده كده. وده كده خلاص كده. بطاطس
خلاص هغطيها بقى بالفويل كويس قوي، ولو احتاجت حبه ميه مغليه هحط، بس مش دلوقتي. فاضل لها الدوره، الدوره هسيب بس كده 10 دقائق، يفوت 10 دقائق كده من الفرن، وبعدين ابتدي ايه احط الدوره. لكن لو الدوره عندكم من الاول مستويه وجاهزه حطوها على طول. خلاص انا بس عشان ايه لسه حطاها، تمام كده زي ما هي كده هحطها في الفرن. طيب هعمل بدا ايه بقى، هعمل صينيه زيها بالظبط على البوتاجاز اللي حابب ان هو ايه يعملها من فوق اهو. هطلع فاصل حالا، يلا نطلع فاصل، انا هدخل دي في الفرن، في الفاصل هغطيها بالفويل وادخلها الفرن. نطلع فاصل نرجع بقى. رجعنا من الفاصل، بصوا نفس اللي عملته في الفرن بما ان في شويه خضار باقيين هعمله على الصينيه هنا. ماشي اهم، خلاص اهم كده البوله اللي كان فيها شويه من تتبيله الباري باري اهو، حطيت فيها الخضار اللي هي عباره عن ايه، زيت، خل، عصير ليمون، بابريكا مدخنه او عاديه، حبه شطه، بودره ثوم، بودره بصل، كمان بقدونس ناشف، زعتر ناشف، وحبهان مطحون. خلاص، وطبعا حبه زيت. ابص كده حطيت هنا البطاطس البيبي، احط الخضار كده. بس هسيبها بقى ايه، حاضر هسيبها بقى تستوي، بس انا صراحة عايزة اغير المكان، هحطها هنا في النص عشان تلحق. وزمان الدورة كمان ايه خلاص يعني فاضل له حاجة بسيطة، فخليه هو في العين التانية. نشيل ده كده، بصوا الدورة اهو فاضل له حاجات بسيطة قوي، بصوا لونه حلو ازاي، اصفر ولونه جميل جدا. هسيبه 5 دقايق كمان، يعني ممكن لما ارجع من الفاصل اللي جاي ابتدي احطه في الفرن واحطه كمان هنا عشان بس يبقى طري وحلو كده، احنا مش مستربعين عليه. ده بقى هسيبه يتشوح شوية واكون محضرة المية المغلية. يعني بصوا هنا الفراخ اهي اتشوحت، الفخدة بتبقى الصدر بتنفع والورك بينفع، كل واحد على حسب ما بيحب. انا بحس الوراك بتبقى طرية قوي، بس هي تنفع مع الاثنين يعني. ماشي اهو، ريحة اصلا تجنن، ريحة حلوة قوي فعلا. تعالوا بقى عاملين النهاردة كده سناكس حلوة قوي. كوسة مقطعها شرايح، بتتقطع بطريقتين، يا اما بالمندولين المكنه دي اللي بتتقطع شرايح، او لو عندنا مقشره، عارفين مقشره البطاطس والخضار ممكن تتعمل بيها، اهم حاجه بس تبقى ماسكه نفسها شويه. اهي عندنا جبنه فته او جبنه يوناني تبقى ناشفه شويه، المهم ان الجبنه تبقى ناشفه شويه. خلاص عندنا زعتر ناشف وروزماري كمان ناشف، بهارات وحبه عسل ابيض وزيت زيتون. تعالوا اوريكم هنعملها ازاي. الوصفة دي جميلة وخفيفة وتعتبر سناكس كده صحية وحلوة جدا، وهتتبسطوا جدا منها جدا. كمان هنحط هنا زيت زيتون اهو زي ما انا حاطه كده، مش هستخدم الملح خالص ان الجبنة اوريدي فيها كمية ملح حلوة اهي. هحط بقى هنا حبة البهارات مش كتير، الروزماري اهو، الزعتر كده اهو، بس هقلبها كويس قوي قوي وابتدي ايه اوريكم بنعمل ايه. كده عايزه الجبنه تبقى كلها ايه زيت، في نفس الوقت بسخن طاسه الكريب عندي عشان ايه ملح. بصوا بقى بنحتاج خلة كبيرة شوية، نفس ده مش كبيرة قوي، اللي هي الوسط بقى، في دلوقتي الصغير والوسط والايه والكبير. هنلف الكوسة بالطريقة دي خلاص، والمكان اللي فيه
الفتحه بتاعت اللي انا قفلت بيها الكوسه هي اللي انا هدخلها في الستكس كده واطلعها. تلاقوش ماسكه نفسها ومش هيحصل لها اي حاجه. ليه؟ لان الجبنه ناشفه. وممكن كمان تتعمل على فكره بالجبنه الحلوم. ايوه يا اميره. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله يا حبيبتي، يا رب دايما. اتفضلي انا سامعاكي. كنت عايزه طريقه عمل الزلابيه. حاضر حاضر. انت اللي عايزه تعمليها بنفسك؟ اه. حاضر هقول لك عليها. انا عملتها في رمضان الظاهر ولا ايه مش فاكره. ممكن ننزل الطريقه، ننزل المقادير بتاعتها. طيب يعني ايه عايزه اقول لكم سناكس حلو قوي على الفكره، حلوه برضو لو احنا جايلنا ضيوف ان احنا نعملها. دايما الوقت اللي بيبقى فيه ضيوف بنبقى بنعمل حاجات كتير، دي ممكن من الحاجات اللي تتعمل قبليها بيوم ونشيلها كده ايه في التلاجه. اهو 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 كده اهو كده، بس بعملها بالراحه خالص عشان الكوسه عندي ما تتقطعش. انا هوريكم اتنين كده لان انا عامله كمان اوريدي ايه تلاته عشان ايه ما اضيعش الوقت. عايزه اوريكم يعني بنعمل ايه تاني معاها. معانا رودينا. لو سمحتي كنت عايزه اعرف ازاي اعمل صوص الشوكولاته. ايه ايه عايزه اعرف ايه؟ صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته. حاضر يا رودينا حاضر. صوص الشوكولاته. طب نزلتولي الاول مقادير ال لا لا عملناها في رمضان، بس نزلولي المقادير عشان تبقى مظبوطه. لقمة القاضي عشان بس انا المقادير بالظبط مش متذكراه وهي لازم تبقى بالظبط. ولما تنزل هقولك بقى تعمليها ازاي. طب نقول صوص الشوكولاتة عقبال ما ايه ما ننزل مقادير الزلابية. طيب بصي يا حبيبي، صوص الشوكولاتة عشان يطلع حلو وجميل هنجيب كده بار الشوكولاتة سواء اللي بلبن او الدارك على حسب ما انت عايزة، ونعمله في حمام مية دافي خالص، وبحب احط عليه زبدة عشان بتخليه بيلمع كده وجميل. خلاص بس هو كده، ده بالنسبة لي صوص الشوكولاتة كده تمام جدا. يعني في حمام مية دافي وكمان ايه معاه مكعبين زبدة عشان يبقى بيلمع وحلو قوي، ونخلي بالنا لو نقطه ميه نزلت عليه بيخرس. طيب بالنسبه للقمه القاضي اهي نفس المقادير كده، خديها بالظبط زي ما هي. تمام. معلقه الخميره مع نص معلقه كبيره من السكر، كوبايه ميه بتبقى دافيه شويه، وبعدين كوبايه دقيق، معانا لبن بودره، معانا نشا، معانا زيت، والحته اللي تحت دي بقى بعدين يعني الشربات، ده الكيس او القمع اللي بنحط فيه العجينه. خلاص بنعمل العجينه حلوه قوي ونسيبها ايه تتخمر ربع ساعه. بعد لما بنسيبها شويه تخمر ربع ساعه الزيت بيبقى دافي مش سخن قوي. خلاص بنسيبه كده بنحطها في الكيس بتاعنا او في القمع، ويا ريت نشتري القمع ده من اي حد بتاع حلواني. تمام بيبقى موجود وجاهز عندهم بس. ونجيب الووك، يا ريت الووك اللي هنستخدمها او الطاسه، اولا الزيت يبقى غزير وكمان زي ما قلت مش سخن قوي، وتبقى واسع عشان بنحط منها كميه ونسيبها ايه براحتها خالص، بتاخد بالظبط 5 دقايق على النار. عايزه اقول لكم بتبقى جميله جدا، مقرمشه كده من بره وطريه من جوه. بنبقى محضرين الشربات، نسقطها في الشربات ونطلعها على طول. هطلع فاصل اول بس ما احط الكوسه. خلاص انا بعمل اخر واحده اهي، اول ما احط الكوسه على الطاسه. دي بس طلعت ايه صغننه شويه، عايزه ايه اكبرها كده. خلاص يلا هنعمل ايه بقى. الكوسه الحلوه بتاعتنا دي اهي، هجيب الفرشه هحط هنا نقطه زيت، زيت او زبده على فكره، انا شخصيا هحط زبده. انا بقول لكم يعني اللي انا هعمله.
هحطها ناحيه الجبنه خلاص، مش كده بقول يا جبنه فتة يوناني يا اما جبنه حلوم. هنحطها، هنحط اهو، هنحطها كده بالظبط كده اهو، واسيبها ايه 5 دقايق، بحس ان انا عايزه الجبنه تتحمر من الناحيتين كده كده. قبل بس ما نطلع فاصل عايزه افتح صينيه الفراخ الحلوه دي اللي بالبطاطس والخضار، ابص عليها. محتاجه بقى احط لها شويه ميه، وعايزه اقول لكم ريحه الذره طلعت قوي، يعني بيقول لي خلاص كده. تمام، نبص كده. طيب انا هحط الذره في الفرن، ولما اجي احط لكم الذره هنا خلاص. نطلع فاصل بقى ونرجع هنعمل كريب الموز ان شاء الله يعجبكم، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي انا حطيت الذره في الفرن وهو غطيته بالفويل مع الفراخ بالخضار، ان شاء الله يعني تلحق تستوي. لو ما حدش يستوي هنقدم دي، عشان دي كده هتستوي. هحط بس الزيت هنا كده ماشي، و عايزه بس احط الذره واخلص كده ايه من صينيه البطاطس، عشان خلاص تبقى فاضل انها ايه بس تستوي. نفتح كده دي، احط كده. ريحه الذره عايزه اقول لكم جميله قوي. اول ما الميه دي تبتدي تخف شويه كده احنا خلاص ايه الحاجه استوت. اصلا الفراخ من الحاجات اللي ما بتاخدش مده قوي في السوى، بس طبعا وهي في الفرن طعمها مختلف. بس انا حابه اعمل الايه الحاجتين، يعني شوف كل واحد عايز ايه وايه الاسرع بالنسبه له. طيب هشيل بقى الحله دي كده خلاص. نبص كده على الكوسه بالجبنه الفته، لسه عايزه تتشوح كمان شويه. طيب عندنا بقى كريب الموز، تعالوا نشوف محتاجه ايه كريب الموز ده. عادي عجينه الكريب العاديه خالص، دقيق، بيض، لبن، كريمه، انا جايه هنا حبه كريمه حلويات هتحليه، سكر، زبده، وكمان قرفه. اول حاجه هحط كده حبه السكر هنا على ايه، على الطاسه الكريب دي، معاها مكعبين من الزبده، خليهم ايه يسيحوا. بان كيك او كريب، بان كيك هنتقله شويه، كريب هيبقى رفيع شويه. خلاص هحط اول حاجه البيض، وهنزوقه او هنحط عليه يا ميبل سيرب يا صوص شوكولاته او صوص كراميل. انا شخصيا احب عليه صوص شوكولاته. يعني هحط البيض مع رشه قرفه. معانا جنى، خدتوا الاجازه بقى خلاص. معلقه الزيت دي اللي بتخليه طريق جدا. ايوه يا جنى، الكريب ده مخصوص ليكم. طب حاولي تكلمينا تاني يا جنجونه. ونقلب كده كويس قوي. اكون محضره ايه موزه، عايزه احطها في الايه في الصينيه عشان يلحق بس ايه الموز. ويا ريت العجينه اللي انا هستخدمها دلوقتي، بس يا ريت نسيبها 10 دقايق قبل ما نبتدي ايه نحطها في الطاسه. طيب بقطع الموز اهو رفنوع قوي كده كده اهو. وابتدي ارصه، بصوا اهو ابتدي ارصه رصه حلوه عشان بس ما يبقاش فيه ناحيه فيها كتير وناحيه فيها قليل. سخنه جدا
بس احسن كمان عشان مش عايزاه اي تحمر قوي. الله على الريحة، ريحة الموز اول ما اتحط مع السكر البني والزبدة وايدي فيها كده بقايا من القرفة اللي رشيت بيها البيض. بس كده ماشي كريب الموز. حلوة قوي ومفيدة جدا. طيب اهو البيض مع معلقة الزيت مع حبة القرفة، هحط عليه شوية سكر مش كتير لان الموز اوريدي بيبقى فيه ايه سكر. هحط اللبن، المقادير نزلت عندكم يعني خلوا المقادير تبقى مظبوطة عشان بس ايه، والدقيق. البيضة دايما عليها كوباية دقيق، يعني هنا انا حاسة ان الدقيق قليل شوية. عايزة دقيق لو سمحتوا. هحط معلقة صغننة جدا من الكريمة، بتحلي جدا يعني عايزة بالظبط معلقة دقيق مش اكتر من كده. عقبال ما اقطع اي موزة كمان. معايا محمد؟ اه ايه محمد؟ عامله ايه؟ ازيك انت؟ انت اللي عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله يا رب دايما. اتفضل انا سامعاك. انا عايز شويه مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل؟ انت اللي هتعملها ولا ماما؟ ماما. ماشي يا سيدي هقول لك عليها. ده انا بموت في المكرونه بشاميل يعني اختصاصاتي. بصوا تعالوا اتفرجوا على الجبنه وحلاوتها وهي بتتحمر كده اهو. شقلبتي بس كده. بصوا دي اتحمرت ازاي، شايفين اللون؟ عايزه كلها بقى تبقى اللون ده. شكلكم كده مش هتجيبولي دقيق. طيب هحاول كده ايه اعملها بالحبه دول، ان شاء الله يطلع مظبوط لان الموز كده ايه. هحاول. طيب نحاول كده ايه مع بعض. بس الثانيه عايزه دي عشان ايه تبقى ماسكه نفسها اكتر. بس اسيبها كده بقى شويه كده، اول ما الاقي بابلز هعرف انها استوت من تحت. طيب بصوا بس عشان دي تبقى مظبوطه الجبنه تتحمر مع اهو. يلا ايوه كده بصوا تقلت. البان كيك بقى بيبقى ايه اتقل واتخن شويه، فلا هنا اقولوا عليها كريب مش بان كيك لان هي كريب. بصوا عليها بقى كده، بصوا ابتدت تعمل بابلز، ابتدت بس لسه شويه اهو ابتدت تبقى ماسكه نفسها. هسيبها شويه كمان. عايزه اقول لكم ريحة الجبنة الفتة، انا هنا جايبة عسل بقى ايه ندهنها كده بالعسل.
تبقى سويت اند ساور. اهو اهو ايوه كده كده. ماشي نطلع فاصل بقى، نرجع من الفاصل هبص كده على صينية الفراخ، لو دي ما استوتش دي ان شاء الله تكون استوت اهي. خلاص هي استوت، عايزة بس المية اللي فيها او الصوص اللي فيها يقل شوية عشان تبقى احلى. ونرجع نبص كده على الكريب، قبل بس ما نطلع فاصل عايزة نبص مع بعض على الكريب. بصوا اهي عشان تعرفوا ان هو استوى اهو. كل اللي انا هعمله هقلبه الناحية التانية، بس نقلبه بايه؟ هجيب طبق واحطه في الطبق وبعد كده ايه اقلبه الناحية التانية عشان ما اضمن ان هو ما يحصلوش حاجة خالص، ان هو الموز مش هيخلينا نعرف نقلبه زي الكريب السادة كده بايدينا. خلاص نطلع فاصل نرجع على طول، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، بصوا بقى كريب الموز او بقى جاهز خلاص اهو. تعالوا اهو بصوا، عايزه اقول لكم يجنن طعمه فظيع، هتتبسطوا بيه قوي. نحط هنا السكر جدا بتاعك ده بتاعك خلاص ماشي. احط الموز هنا برضو كده. كده اهو. اوكي. احط عليه صوص شوكولاته ولا كراميل؟ طب احط بس كده ايه؟ حته كده. طيب. طب عقبال ما تنزل انت خليك لطيف كده. ايه هما جايبين هنا ميبل سيرب وايه وصوص شوكولاته، انا شخصيا بحب صوص الشوكولاته معاه قوي. اوكي الله. وممكن بالعسل الابيض. الله يعني بصوا اهو بقى جاهز. نحط كمان اللي انا لسه عاملاه السخن ده، انا هنا عاملاه مكربل شويه عشان حط عليه سكر وحبه قرفه دلوقتي يعني عملتها كده. طيب هحط الاول ده عشان اكون خلصت قبل ما ايه مغرف بقى. حاضر. بصوا 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 كده اهو. كده ماشي، هسيبها بقى براحتها. تعالوا نبص بقى على التحفه دي، انا هنا كنت عامله شويه دي بقى نسيبها براحتها يعني عشان بس ايه تاخد القرمشه الفظيعه دي. انا وقعت واحده اهو، انا بحبها متحمره قوي كده، دوقوها هتتبسطوا منها قوي. المفروض بيتحط عليه عسل ابيض، احطه على شويه وشويه لا، كل واحد بقى على حسب ما بيحب. عسل ابيض هتبقى سويت اند ساور شويه، من غير عسل ابيض هتبقى حق لان هي حادقه، لان انا زي ما قلت يا بتتعمل بالجبنه الحلوم يا بالجبنه الفته اليوناني، والاثنين حادقين وجامدين شويه، لازم الجبنه تبقى جامده وما بت ايه ما بتفرفتش. خلاص اهو العسل حاجه بسيطه قوي قوي قوي. طيب بما ان مفيش المعلقه بتاعت العسل هعمل كده. ماشي اهو حطيت في نصها والنص التاني لا.
عايزه اقول لكم بالعسل حلو قوي. ليه؟ لان عامله كده توازن في الطعم. طيب نبص بقى على صينيه البطاطس الخطيره دي. بصوا هي استوت بس لسه الصوص بتاعها. تعالوا نبص كمان على اللي في الفرن. لا ده اللي في الفرن استوت واتحمرت كمان. بنتاكد ازاي؟ اجيب الخله كده واشوف اخبارها ايه. اهي بصوا دخلت في الفراخ وتمام جدا اهي. تمام. يعني انا قلت هتاخد وقت شويه كمان. هو الصوص بتاعها بس لسه كتير شويه، عايز ايه يتبخر شويه منه. نحطها كده في النص. صينيه البطاطس حلوه قوي دي اللي احنا عاملينها. عايزه بس ايه نلمع شويه الفراخ بتاعتنا، وعايزه تبقى في الفرن 5 دقايق كمان. بس هي ايه استوت وبقت جميله. كده تدي لون حلو. وممكن نزود عليها يا معلقه سمنه يا معلقه زبده ونرفع من عليها الفويل عشان تدينا ايه لمعه وتحميره اكتر. يعني دي عايزه لسه تتحمر شويه، دي اتحمرت ودي اتحمرت. خلاص اهي تمام. نغرف دي بقى كده. دي خلصت خلاص. وانا ايه ريحتها بانت قوي. هرمشت شوية. كده. ايوه كده اهي. حاضر. بصوا اتحرمشت شوية صغيرين السكر عشان انا بس ايه نسيتها حبة، خلي بالك عشان دي فيها سكر. خلاص بصوا عليها حتى. اذا كنت تشوفوها اتحرمشت ازاي. بس دي بتبقى طعمها خطير اللي هي شويه متحرمشه دي. ايوه مكرمله. لا انا هنا زودت السكر شويه. يعني هي عايزه اصلا خلاص نقفل عليها لان هي كده، لان هي فعلا خطيره. يعني عايزه اقول لكم اوكي. تعالوا بقى نغرف صينية البطاطس اللي عملناها على البوتاجاز. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا النهاردة فراخ بالخضار والبطاطس بس بطريقة جديدة ومختلفة بالصوص الباري باري اللي هو عبارة عن بابريكا مدخنة مع شطة مع بودرة ثوم وبصل وكمان حبهان مطحون وزعتر. وحطينا مع الخضار بقى الخضار اللي حطيناه دورة زي ما انتوا شايفين كده، فراخ وراك سواء دبابيس او ورك عادي، ممكن تحطوا صدور. عندنا كمان فلفل الوان بيدي طعم حلو قوي للوصفة دي. عندنا بيبي بوتيتو وممكن نحط بدل البصل اللي احنا حطيناه ده نحط بيبي بصل. حطينا كمان لو البصل القوارب. حطينا كمان فصوص من التوم.
عايزه اقول لكم الوصفه فعلا جميله جدا ومغذيه جدا، وصينيه بطاطس بس بطريقه مختلفه شويه وجديده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. عملنا كمان كريب الموز بطريقه سهله وبسيطه قوي مع صوص الشوكولاه والميبل سيرب زي ما انتم شايفين، وحطينا قرفه وسكر، وعملنا كمان الستيكس بتاعت الكوسه والجبنه الفته اليوناني او حتى جبنه الحلوم، وهنقدم مع صينيه البطاطس رز ابيض. وكده نكون خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.